هنأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى 11 لثورة 30 من يونيو. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، حيث أكد رئيس مجلس النواب أن تلك الثورة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن. كما شدد رئيس مجلس النواب على أن ثورة يونيو غيرت مجرى التاريخ المصري الحديث وخلفت مسارا جديدا للعمل الوطني بعد الإطاحة بحكم جماعة إرهابية أرادت اختطاف الدولة ومؤسساتها، موجها التحية للشعب العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة عن وعي وإدراك منه بأهمية الارتقاء بالدولة في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد. كما وجه المستشار الدكتور جبالي تحية لجيش مصر العظيم ولرجال الشرطة البواسل.